رجعت من الجامعة يا جماعة، طلعت على السطح كده أشوف الطيور بتاعتي. بجد اتصدمت من المنظر اللي لقيته. لقيت الوزة حرفيا عاملة لي مصيبة، يعني بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيها. تعالوا يا جماعة بقى نشوف الوزة عملت ايه، والناس اللي كانت بتسألني على الوز بتاعي وبض ولا لأ وما بضش تاني، كل ده هنعرفه. طبعا انا بحط لهم برسيم اهو، ولسه ما حطت لهمش اللي هو الكزب بتاعنا ده. هوريكم طبعا يا جماعه البرسيم دلوقتي. البرسيم اهو يا جماعه، اهو ما شاء الله البرسيم حلو جدا ومغذي جدا ومفيد جدا وبيوفر معايا جامد جدا في العلف. بجيبه وبقطعه بالسكينه كده صغير صغير صغير. وعلى فكره يعني شوفوا عند البط ما شاء الله بتاع، مش بتاع رمضان بقى يعني، بصراحه ده هيجي بعد رمضان. بس طبعا انا كده اصلا ما كنتش شاريه، ده ما شاء الله طلع عندي بط مولار في البيت. فعند البط ده يا جماعه صغير اهو، بياكل منه ما شاء الله اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الطيور الكبيره بتضربه، بس لما بحطه لهم لوحدهم بياكلوا منه. تمام، معرفش الثلاثه دول بقيتهم هم، بس غالبا كده عيانين داخلهم معايا فما بياكلوش بس، فيلا بقى اروح اكلهم. المهم يا جماعه ان بحطه للبط في المقاس ده. تمام، وطبعا معايا بقى ايه الكزب برضو. هوريكم دلوقتي الكزب اللي انا بحطه للطيور بتاعتي عشان الناس اللي سالتني، وسبحان الله من حظكم الشكار اهي اهو. ادي يا جماعة الاسم اهو، علف مواشي تسمين اهو اهو، كل حاجة وارقام التلفون اهي للناس اللي عايزة مثلا تجيب او كده. الشكارة 25 كيلو بمية وخمسين جنيه، الكيلو بستة جنيه، كويس جدا وحلو جدا 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 اهو. شايفين الطيور بتاعتي بتاكلوا ازاي؟ اللهم صل على النبي. حلو يا جماعه، وبيزود البيض وبيزود انتاج الطيور وبيزود الوزن، والحمام كمان بياكل منه. يعني انا كمان بحط منه للحمام، هوريكم دلوقتي وانا برضو بحط منه للحمام. بس الاول نشوف كده وانا بحطه للطيور. طبعا ما شاء الله على فكره يا جماعه، يعني بصوا مثلا شايفين كده البطه دي، وليكن ما شاء الله معبيه وشها محمر، ياكلوش اللي هو العلف ده. الفراخ شايفين الفرخه ما شاء الله تقيله وشها محمر برضو، صراحه ربنا بيخلي الفراخ تبيض يعني بصراحه. بصوا حتى البط اللي بسمنه اهو، الرومي، الوز ما شاء الله تقيله ومحمله بتاكل منه برضو هاي. وحتى تعالوا اوريكم، قبل ما اوريكم وانا بحطه للحمام هوريكم وانا حاطه للوز الرائد عشان ياكل منه. تعالوا اوريكم. بصوا يا جماعه الوز الرائد اهو، اهو الوز اهو، وانا برضو حطيت لهم من الكوز بقى ب6 جنيه الوزتين اهم. حلقه الفيديو بتاعنا بتاع النهارده عن الوزه دي، الفيديو بتاعنا بتاع النهارده عن الوزه دي هنشوفها، وهنشوف بضت كام وزه اسف بضت كام بيضه ورقدت كيف وعملت ايه، كل حاجه هنعرفها عنها في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. العلف اهو، تعالى اوريكم، قصدي الكزب اهو، تعالى اوريكم وانا بحط منه للحمام. هاخد الشوية اللي هم كانوا قدام الوزتين احطهم للحمام. بصوا شايفين الحمام، طبعا يا ساتر الستر يا رب، المسمار قطع اللبس. خدت انا يا جماعه اللي قدام الوزتين حطيتهم للحمام عشان ايه؟ عشان الشكاره خلصت زي ما انتم شايفين، لسه انا جايب بقى شكاره، مش هنضيع طبعا الفيديو في الحمام. تعالوا نشوف، شايفين الانتاية قافله، تعالوا نشوف بقى الوز ونتكلم عنه. بصوا يا جماعه، بمجرد ما انا فتحت الباب عايزه ان هي تقوم تطلع، صراحه برضو هايجه بطريقه بشعه، يعني الوزه دي هايجه بطريقه بشعه، بتقعد تطلع كده مش مثلا مستقريه كده وثابته في المكان، لا هايجه كده وبتطلع كده. شايفين؟ بصوا يعني انا حتى لو بعدت انا دلوقتي بصوا هتلاقوها قامت على طول اهو. ثانية وتحدي، احنا هنبعد كده، خلينا على السطح، تعالوا شوفوا هتقوم اهي،
بصي هي ما طلعتش عشان البتاع، ما طلعتش يا جماعة عشان الفراخ طلعت. بس تعالوا بقى اقول لكم، انا لما رجعت من الجامعة لقيتها عاملة ايه وكده كده، هي اصلا هتطلع لما انا ادخل. بصوا اديكم شفتوا، عشان الناس اللي سالتني عليها وسالت هي باضت ولا لا، زور بس انا هدخل لك، بس ما تطريش ما تطريش بقى وتعمل واحد ولا كسر البيض. اصبر اصبر. شوفوا يا جماعه، شوفوا مجنونه اهي. طبعا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، زلطاي هي. طبعا يا جماعه هي رقدت وقد لها 3 4 ايام تقريبا، ماشي لسه ما فردتش البيض، تحتاج اظبط الروميات اهم. الروميه كانت بيضاهم وهي رقدت عليهم هنا، تمام. فانا ما كنتش اعرف هي بيضت 6 يا جماعه، 1 2 3 4 5 6 بيضتها ما هيش كبيره، لان هي لسه فرخه وبدريه، فالبيضه بتاعتها مش كبيره. بس زي ما انتم شايفين كده هايجه ومجنونه، وما هيش ما هيش مثلا مستقره كده على اللهم صل على النبي البيض، لا. بس بصراحه يا جماعه البيض دافي، يعني البيض دافي، فهي كده ما شاء الله ان هي راقده. طبعا هنشوف بقى مع بعض هي هتفقس ولا هتعمل ايه بالظبط ان شاء الله، يعني كده بدون مقاطعه. طبعا العتقيه ما شاء الله راقده اهي، هوريها لكم برده. شوفوا يا جماعه الله اكبر، برغم ان انا قاعد كده وبتكلم الا ان العتقيه ما شاء الله راقده، بس العتقيه خطيه عيانه وبضها قلش وعوجزت. بس شايفين يا جماعه ان انا مثلا عشان انا عشان تقوم انا مثلا اللي قومها. بيضتها برضو فست سديت، يعني ان شاء الله ايه مقرب ان هي تطلع لنا، تمام. طبعا انا طلعت هي طلعت بقى للدفر تاكل وتشرب، تمام. وطبعا هي الوز اهي يا جماعه، الوز لازم تعملوا له عش كويس وحلو عشان تاخدوا منه انتاج كويس، وعشان البط بتاعه ما يتكسرش ولا يحصل له حاجه. والله بط الرومي ما شاء الله بط الروميه مقربه من بيض الطعام، فتحسوا ان هي مثلا هما راقدين جنب بعض كده ان كلهم بيض واحد، مفيش اختلاف. تعالوا بقى نطلع نشوفهم كده بره مع بعض. طبعا يا جماعه سيبتوا، ما هم شايفين ما شاء الله الوزه بتستحمى، قلعت ايه بتستحمى وتنضف كده، والتانيه برضو راحت تستحمى اهي في الميه التانيه. فلازم ان انتوا تسيبوهم كده علشان يستحمى ويدخلوا كده يدوا رطوبه يطلعوا كده يستحمى ويدوا رطوبه للبيض. الناس اللي بتقول ان غلط ان الوزه تستحمى وتدخل تقع على البيض، لا يا جماعه، ده درجه جسم الوزه يعني درجه حرارتها بتكون معديه ال 37. يعني انتوا لما بتيجوا تهيئوا للبيض للبطه في الفقاسه بنهيئ له درجه الحراره 37 عشان يظبط، فما بالكم بقى دي، يعني ديت مطلعه ال 37 من جسمها، فلازم طبعا تبرد نفسها وكده، لان درجه حرارتها ممكن توصل اصلا لل 40، تمام. فالناس اللي بتقول ان غلط وكده، لا يا جماعه والله ولا غلط ولا حاجه، وسحامها قدامكم اهي وتصفي نفسها كده وتنشف نفسها وتروح داخله على البيض. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، وان شاء الله تشوفوا كل جديد على يومياتي في مزرعتي. انتظرونا على كوكب هتلاقونا.